بعدما أثارت الممثلة مونيا بن فاغول الجدل مؤخرا في خرجتها التي أهانت فيها رجال الجزائر حيث وصفتهم بأوصاف مسيئة، ما أدى إلى إطلاق حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد المدعوة، ما جعلها تقدم شكوى ضد عدة شباب حملوا راية الدفاع عن الجزائريين. ولدى قيامها بتقديم الشكوى، قامت هذه الأخيرة وصديقتها أميرة راية بتصوير ضابط داخل مقر الأمن، وهو الفعل الذي يعاقب عليه القانون. وحسب آخر ما تم تداوله من أخبار، تم استدعاء مونيا بن فاغول رفقة صديقتها المدعوة أميرة راية لمكتب فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بباب الزوار للتحقيق معهن على خلفية أخذهم صورة من مقر الجريمة الإلكترونية ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وسيتم إنشاء ملف بخصوص الصور المسربة من مقر أمني جد حساس وتقديمهم إلى السيد وكيل الجمهورية للنظر. وفي نفس الأخبار من مصادر تتحدث عن توقيف برنامج سوق نساء من القناة الجزائرية الأولى.